تنتهي الموجة الحارة وامتى الجو هيرجع زي ما هو المفروض ان احنا دلوقتي بنعيش في فصل الربيع، امتى هيرجع الطقس ربيعي معتدل خصوصا زي ما احنا فعلا لسه في فصل الربيع. دكتور احمد عبد العال رئيس هيئة الارصاد، اهلا بحضرتك معايا. اهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. هو امتى الجو هيرجع دكتور احمد؟ يعني بكره ان شاء الله على طول الجو باذن الله هيحصل تحسن في درجات الحراره. هي النهارده حصل انخفاض كبير في درجات الحراره للسواحل الشماليه سواء الغربيه او الشرقيه. الانخفاض ده هيستمر معايا يتقدم للداخل غدا ان شاء الله على الوجه البحري والقاهره وشمال الصعيد، لدرجه ان درجه الحراره بكره ان شاء الله على القاهره هتوصل ل 34 بعد ما كانت النهارده 40 درجه. يعني بكرة في القاهرة والمدن اللي حوالين القاهرة هتنزل درجة الحرارة زي ما حضرتك قلت لي امبارح، زي ما ان شاء الله القاهرة والوجه البحري وحتى شمال الصعيد. بالنسبة للساحل الشمالية في فرص لسقوط امطار خفيفة والجو هناك معتدل وجميل جدا. جميل جدا. والوجه القبلي بقى الشمال الصعيد بكره هيحصل فيه انخفاض، لكن جنوب الصعيد هو اللي هيستمر فيه هيكون شديد الحراره، لكن بعد غدا ان شاء الله يبدا ينخفض هو راح. يعني نبشر الناس ان الموجه من بكره هتنكسر ان شاء الله. ان شاء الله هتبقى درجه حراره كام بقى بالظبط بكره؟ لو قلنا السواحل الشماليه هتتراوح ما بين 24 و26، الوجه البحري والقاهره تتراوح ما بين 33 و34، الجنوب هو اللي هيتراوح ما بين 43 و45. تمام، ربنا يبشرك بالخير يا دكتور. ان شاء الله.